فاطمة؟ يلا. يسلموا، شكرا. اخي أي؟ انا مضطره اروح هلا. الله معك، فيك تروحي، روحي مهونه. حاجه تطلعي بالساعه؟ يا دوب بيكون وصل على الشط، يعني رح يستنى. اطمني. تقلي شوي. فاطمة، مرت أخي إذا ما رحت بيزعل مني. يعني أول ما بدق لك بتروحي لعنده؟ تقلي حالك شوية عليه ولا هبلة. عم تضحك؟ كتير مبسوط؟ تفضلي مريم، اشربي كاسة شاي. بمرق لعندك وأنا راجعة أخي. اجت حبيبة القلب مصطفى، فرجينا ضحكتك. يا حسرة علينا، ما حدا بيستقبلنا. ريس، مرتك قبل ما تتزوجوا كانت تستقبلك على الشط؟ لا والله، ولا كانت تستقبلني على الباب حتى، لك بحياتها ما اجت تستقبلني على الشط، بتصدق؟ يا نيالك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله ما تركتوا سمكة بالبحر. اصطدتوا منيح؟ على وشك انت. استني شوي، بخلص شغلي وبجي، بعدها منروح منشوف البيت. راجع لك. عنك رئيس؟ لا روح انت هلا، لا تنطرها. ما بيصير معلمي. حاجتك بقى، بتكون مشتاقة خيرات الله. سيدي بتستنى. ان شاء الله انبسطتوا بهالسفره. ايه ايه والله انبسطت. حسن امور معلم، بدك تاخذ عربايه من هون وبتروح تجيب الشناتي تبعي وتبع عمي، تلاقي اسمانا مكتوبه عليهم. امرك معلم. روح انت معه الله يرضى عليك، بلكي ضيع له شي شنتايه. استنى حسن، خذ حدا معك. الحمد لله على السلامه يا صهر. مرحبا. الحمد لله على السلامه. كيفك؟ اخذي حبيبتي. حبيبي اشتقت لك. على السلامه.
الله يسلمك، شو الأخبار؟ شو وين شنطيكم؟ راح السوفير ليجيبه. خلونا نمشي لكان. كيفك بابا؟ أخيرا رجعتوا. عمي هو السبب والله. سيد منير كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ لك ما قلت لك روح معه مشان الشناتي؟ حسن رح يجيبهم. حسن شو عرفوا فيهم؟ أنت مو معقول. لا تاكل هم الشناتي حبيبي، اطمن حسن رح يدير باله عليهم. وين السيارة؟ ليك هنيك هاي الشوفير. شوب مو طبيعي. عثمان لحظة هلأ برجع. لوين رايح؟ تعال هون. شو أخبارك؟ أنا منيح، آسف جبتك لهون، خفتيش حطولي السيارة. يعني أنت جاي لتستقبلني؟ لا مستني مراد، بيكون وصل. لا يعني كان معنا بنفس الطيارة؟ مين هالشبية اللي واقف يلعي معه؟ كريم ابن لنوادر بنته. لا تجيب لي سيرة هالحقيرة. خلصنا عثمان. يلا دقيقة بس. استعرت السيارة من المعلم غالب لأستقبله فيها. ايه منيح منيح كتير. سليم ما اجى معكم؟ رح يجي هو وخطيبته لحالهم، يمكن يوصلوا المسويات. عثمان يلا بدنا نمشي. يقطع عثمان وساعته. يلا روح لعندهم بعدين بشوفك اخي. طيب ماشي عن اذنك. الله معك. اركض. معقول تنطرنا كل هالوقت؟ بدك ما تأخذني، بس صار لي أكتر من سنة مو شايفه للزلمة. هنن بيضلوا موجودين هون مو؟ ايه هو وأمه بيعتنوا بالحيوانات تبعهم. الله ياخده إن شاء الله ويخلصني من هالمرأة. لو قدرنا نقنع على هالحكيمة مريم كل أهل الضيعة بيوافقوا يبيعونا أراضيهم. ليش وأنت شو شغلتك منير غير هاي؟ لا إلى حل لأنه إذا صدر قانون مستحيل نقدر نشتري الأرض منهم، وقتها رح نخسر. أنت مستوعب هالشي؟ أخي والله عم نحاول معهم بس مثل ما بتعرف ما عم يقبلوا، ومريم هي السبب. لنخلص من هالخطبة وقت لكل حادث حديث أنا يلي بدبرها.